فرصة ذهبية للاستثمار والحصول على أراضي في مشروع الدلتا الجديد. أهلا بحضراتكم. من لا يملك غذائه لا يملك قراره أو مستقبله، شعار رفعته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. ويوم بعد يوم الشعار ده بيتحول من مجرد حلم إلى واقع ملموس محدش يقدر ينكره. وشفنا كلنا خلال السنوات اللي فاتت إزاي الدولة المصرية دايما بتبحث عن أفكار وبدائل خارج الصندوق بتقدر تأمن بيها احتياجاتنا اليومية من الغذاء. ويمكن كان أحدث الحلول دي هو المشروع القومي العملاق لإنتاج الزراعي المعروف باسم الدلتا الجديدة، واللي بيستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة على بعد حوالي 30 دقيقة من مدينة 6 أكتوبر. مساحة مشروع الدلتا الجديدة 1,000,000 فدان في المرحلة الأولى، والكلام ده هيكون قابل لزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية. وبالفعل حاليا بيتم الانتهاء من استزراع مساحة 200,000 فدان باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة، ومتوقع الوصول ل 350,000 فدان مع بداية عام 2022 باستخدام 1,600 جهاز ري محوري مطور. وهيتم كمان زراعة المساحات دي مرتين سنويا في الموسم الصيفي والموسم الشتوي، وهتنتج محاصيل زراعية جودتها عالية بإجمالي استثمارات 5 مليارات جنيه. وفي حقيقة الأمر موقع المشروع متميز بشكل كبير، خاصة أنه قريب جدا من الدلتا القديمة ومرتبط بشبكة طرق قوية. مش بس كده، ده كمان قريب جدا من الموانئ، وده بيسهل عملية وصول الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية. ويمكن من أهم أهداف مشروع الدلتا الجديدة اللي الرئيس السيسي وجه بالانتهاء منه خلال عامين فقط بدل 10 أعوام، مع الاهتمام بالجودة إلى جانب تأمين الغذاء وتعويض الفقد في الأراضي الزراعية، وهو استيعاب زيادة السكانية في الدلتا والوادي من شباب الخريجين في قرى متطورة حديثة بتحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل استيرادنا للسلع الاستراتيجية زي السكر والقمح والذرة. وهيكون كذلك ضمن أهداف المشروع، مش بس كده، كمان هيتم تصدير الفائض للخارج. وما ننساش انه الى جانب الطفرة الزراعية اللي هتحصل في الدلتا الجديدة، هيكون عندنا كمان مشروعات عملاقة للانتاج الحيواني والداجني ومجمعات صناعية مرتبطة بالزراعة، وده هيحقق عائد كبير وهيوصل بحجم فرص العمل المتاحة في المشروع لحوالي 5 مليون فرصة. مراحل تنفيذ المشروع في الدلتا الجديدة بيتم التعاون والتنسيق بين عدة جهات، وده بيشمل عمليات انشاء طرق واستصلاح اراضي وحفر ابار ومحطات صرف وامدادات كهرباء وانشاء مجمعات خدمية من مدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وغيرها من تجهيزات البنية التحتية. نيجي بقى للنقطة المهمة جدا، وهي انه لأول مرة هنعيد تدوير المياه من خلال إقامة محطة تدوير المياه اللي استخدمها في الزراعة بالمشروع بتكلفة 60 مليار جنيه. وما ننساش ان مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية ومحطات التحلية هتكون مصادر للمشروع، وده بيعني انه هيبقى عندنا تنويع في مصادر المياه. اما الناس اللي بتسأل عن مدى صلاحية هذه الاراضي للزراعة من عدمه، فوفقا للمعلن تم اجراء كافة البحوث الزراعية خاصة بالرقعة الزراعية، وشملت اجراء دراسات حصر وتصنيف التربة وكمان تحديد قطاعات التربة والأحواض الفيزيائية والكيميائية ودرجة الملوحة وخشونة التربة. والكلام ده حصل من خلال أكثر من 20,000 عينة معملية بواسطة 3 فرق، وده بيضم الفريق الأول هيئة التعمير ومركز البحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ممثلة في معمل الأراضي والمياه. هذا بالإضافة إلى كليتي الزراعة جامعة القاهرة والإسكندرية. وتمت عملية الدراسة الحقلية خلال الفترة من 22 ديسمبر 2020 حتى 1 يناير 2021، بينما كانت الدراسة المعملية خلال الفترة من 1 يناير ل 15 فبراير العام 2021، واستمرت عملية كتابة التقارير خلال الفترة من 10 فبراير ل 10 مارس 2021. وأسفرت النتائج عن أن حوالي 93% من هذه المنطقة ذات صلاحية الزراعة من الدرجة الثالثة والرابعة، وهو ما يجعلها أرض صالحة لكافة أنواع المحاصيل المختلفة.
أما عن وزارة الزراعة أكدت أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في المشروع اللي بتشمل عمليات التجهيز هتكون الأراضي جاهزة بعدها للتسليم إلى شباب الخريجين والمزارعين والمستثمرين أيضا. ولحد دلوقتي لم يتم تحديد ثمن فدان الأرض أو المساحات اللي هيتم تخصيصها للشركات والمستثمرين أو الشباب والمزارعين. مصر فقدت حوالي 400 ألف فدان أراضي زراعية مؤخرا نتيجة البناء غير الرسمي على الرقعة الزراعية، وبالتالي مشروع الدلتا الجديد هيعوض ما فقد من الأراضي وأكتر. وزي ما وضحنا أنه هيمنح فرص عمل واعدة وتجمعات سكانية حديثة منظمة، ويعتمد على شباب الخريجين وينشئ كيانات زراعية ومجتمعية وخدمية وصناعية متكاملة كلها بتصب في النهضة الزراعية المصرية كأحد القطاعات الواعدة في تنمية الشاملة المصرية ورؤية مصر 2030. يا رب نكون قدرنا نقدم لحضراتكم كل ما يتعلق بمشروع دلتا الجديد. أمل مصر، ونشوفكم على خير في حلقة جديدة. كنت معكم بسمة محمود، وإلى اللقاء.